إن لم يكن هناك مفر من توليد النفايات أو إعادة استخدامها فيمكن إعادة تصنيعها، يشمل ذلك جمع قطع الفضلات وتحويلها إلى مواد أولية لمنتجات جديدة من مواد الوحدات السكنية التي يمكن إعادة تصنيعها، الورق والورق المقوى والزجاج والمعادن وزيت الطبخ المستخدم. يجب فرز المواد الصالحة لإعادة التصنيع الصادرة عن الوحدات السكنية قبل أن تختلط بعامة النفايات. يمكن فعل ذلك بحث النزلاء والعاملين على المساهمة في برنامج إعادة التصنيع، وضع صناديق إعادة التصنيع في مباني النزلاء التي تولد فيها أغلب المواد الصالحة لإعادة التصنيع، تدريب المدبرين المنزليين على جمع المواد الصالحة لإعادة التصنيع على حدة من غرف النزلاء، وضع حاويات لإعادة التصنيع في مناطق خلفية أساسية كالمطابق أو الحانات أو المكاتب أو المخازن لجمع المواد القابلة لإعادة التصنيع الناتجة هناك.